عن الريبة الإطارية تجاه الديمقراطي وبالضبط تجاه مسرور بارزاني. لكن خل أخذ الكلمة من أستاذ عائد الهلالي بداية. أنا أرحب بك مجددا أستاذ عائد وأسألك أيضا، بالفعل أكو ريبة كردية تجاه إطارية عفوا تجاه الديمقراطي الكردستاني أكثر شيء من الاتحاد الوطني. شنو المشكلة مع الديمقراطي الكردستاني لدرجة أنه حتى المقاومة التنسيقية اللي جنابكم شوية قريبين منها، ربما هواية قريبين منها، يهددون مسرور، يصفوه بأوصاف يعني، ويهددون أربيل ووعود وتوعدات شنو القضية أستاذ عاد؟ مساء الخير. حياك الله. يا مرحبا بك. مبارك يا الأخوة في البيت السعودي على التقارب الذي حصل ما بين الحزبين الكرديين، وهم أحزاب عريقة ولهم تاريخ طويل في النضال، وإن شاء الله هذا التقارب سيؤدي إلى أن يكونوا بيضة فقط الظهر أو يكونوا أداة لصلاح الخلل الموجود في المكون الشيعي، وهم قادرين على ذلك إن شاء الله بما يمتلكون من قيادات لها تأثير كبير في المكون الشيعي وترتبط مع المكونات الشيعية بروابط قديمة تاريخية نضالية أمور كثيرة جدا. فإن شاء الله لخو الكورس أو لحل أزمة الاتحاد. أما فيما يخص حالة عدم التقارب ما بين الإطار التنسيقي وما بين الأخوة في الديمقراطي الكردستاني، حقيقة هي الحالة التي حصلت بعد أن تم الاتفاق ما بين الديمقراطي الكردستاني والسيادة والكتلة الصدرية على تحالف مستهدف، وكان قد وعدوا خلال زيارات الإسلام لها الأخوة في الإطار التنسيقي إلى أربيل، قد وعدوهم الوعد الغرزاني بأنه سوف لن يأتي إلى بغداد بمفرده، أو سوف لن يكون أداة لشخص البيت الشيعي، أو لن يكون أداة لتفضيل الجهة على جهة أخرى. والله ما هذا اللي أثار حقيقة الصحبة.